السلام عليكم اخواني المشاهدين، اخوتي البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم طريقه التحضير ديال الكيك بالشوكولا اللي كيجي على هذا الشكل الرائع، المذاق ديالو كيجي لذيذ. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه وتبارطاجيوها مع الاهل والاصدقاء واشتركوا في القناه ديالي ودعمونا بلايك. بقوا معنا تشوفوا الطريقه والمقادير. بسم الله على بركة الله. أول حاجة كنديروها كنجيبو المقادير اللي عندنا هنايا، غنبقى نخدم ونذكركم بالمقادير. عندي هنايا 3 البيضات، وعندي فيهم رشة ديال الملح وضعتها مع البيض، وكنضيف ليهم كاس ديال العنبة ديال السكر، وكنضيف ليهم دابا كنجيب الطراب اليدوي وكنخلط به البيض والسكر مزيان حتى كينسجموا العناصر مع بعضياتهم، وحتى كنحسوا بداك السكر دايب. كنضيفو كاس ديال العنبة ديال الزيت، كنضيفو كاس ديال العنبة ديال الكوك أو النواة ديال الكوكو، كنضيف واحد الياغورت ديال فاني، هنايا الدقيق كنضيفو كاس ديال العنبة ديال الدقيق، كنضيفو عليه الخميرة ديال الحلوى، الساشية ديال 8 غرام، بعد ما تحصلنا على العجينة خفيفة على هذا الشكل، كنقسموا العجين ديالنا او الخليط ديالنا على جوج ولا على اثنين، كتجيبو بودرة الكاكاو المر، thank you.
هي نفس المقادير، ضفت يعني عدلت جوج ديال الكيكات، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، نفس المقادير اللي في الكيكة الأولى دوبلتهم على جوج وعملت كيكة كبيرة. يعني هنا عدلت جوج ديال الكيكات، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. المقادير اللي وريت لكم في الأول هما نفسهم، دوبلتهم على جوج وعدلت كيكة أخرى كبيرة. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كنتمنى تكون عجبتكم الطريقة. شكرا على متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء.